Pronto, é um prazer renovado estar شرف aqui. لي ان اكون هنا من جديد. É um grande prazer. شرف كبير ليا. Porque estar com ele. ان اكون معاك يا كابتن. Quando mandei contratar toda a gente dizer لما طلبت اتعاقد معاك ان كل الناس قالت انك كويس. Eu disse velhos são os trapos. وقال هنشوف. E o tempo funciona em relação aos jogadores como em relação ao vinho. والوقت هنا بيبقى مع اللعيبه زي ما بيبقى مع الواين مع النبيت. Apura os bons e azeda os maus. بيحسن النبيت الكويس وبيمرر النبيت اللي مش كويس. E o vinho era bom. وانت كنت من الكويسين. É um prazer renovado estar aqui com os adeptos. الشرف الجديد لي ان اكون هنا مع الجماهير. São de facto a minha grande paixão. اللي هم فعلا العشق الكبير بتاعي. Tudo aquilo que trabalhei no. كل اللي اشتغلته في الاهلي. Foi para o clube, é verdade. كان عشان النادي فعلا وكان بس كان عشان الجماهير ده كان الشغل الشاغل هم الجماهير e portanto, وعشان كده hoje estou aqui انا النهارده موجود هنا مبسوط aqui, جدا وسعيد جدا اكون هنا معاك كابتن ميدو tudo, بس فوق كل حاجه é a primeira oportunidade que tenho اول فرصه ليا de dar os meus parabéns ao novo presidente do Cativo. ان هاني الكابتن الخطيب الرئيس الجديد للنادي الاهلي. Quem trabalhei com ele 8 anos. اشتغلت معاه 8 سنين. واتمنى له كل التوفيق هو ومجموعته. Mas fiquei sem som. بس انا فوق كل انا ما كانش عندي الفرصه ان اتكلم فوق كل حاجه. الكلوب فولتو ا سير دو شاسيس النادي رجع يكون للاعضاء والنادي رجع يكون لجماهيره. Durante uma série de anos o clube não pertenceu aos adeptos. فكان في مجموعة النادي ما كانش منتمي للجماهير والنادي المفروض للجماهير اصلا. Mas agora sim. بس النهاردة está entregue aos adeptos outra vez. النادي رجع للجماهير مرة تانية. Volta a ser aquilo que foi. ورجع زي ما كان. Vai ser maior ainda do que foi. وهيبقى أكبر كمان من المكان. ما فيش شك في الكلام ده أنا مبسوط وسعيد. للحكاية دي. Aquilo que inclusive a outra administração do clube fez comigo não foi justo. لأن المجلس الإدارة التاني عملوا معايا ما كانش عادل، كان التعامل غير جيد جدا معايا خالص معايا.